Good evening, ladies and gentlemen. Apologies for this delay that has been a bit unforeseen. We are here for the press point following the meeting President Juncker, High Representative Mogherini just had with Palestinian President Abbas, and High Representative and President Abbas will make a short statement. Thank you. High Representative, you have the floor. Well, first of all, let me say it's a pleasure to welcome you, Mr. President, again in Brussels. And let me say that the meeting we had today has been very important. Our main point for a discussion was the need to restore the conditions for a peace perspective between Palestine and Israel. We are in Europe extremely worried for the deterioration of the situation in the Middle East. Just yesterday, we saw the killing of a young Palestinian boy. And we believe in the European Union that the deterioration of the situation on the ground is against the interest both of the Palestinians, of the Israelis, and also of the international community, including the Europeans. المرحيم يسعدني في بداية زيارتي لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ألتقي بالسيدة فيدريكا موغريني والسيد جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية. وغدا سيكون لي شرف الإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي بناء على دعوة من رئيسه السيد مارتن شولتز، كما وسألتقي مع السيد دونالد توسك رئيس الاتحاد. في لقائنا هذا المساء كانت الفرصة سانحة لنا لتناول موضوعات هامة تتعلق بدور الاتحاد الأوروبي في دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية هذا العام من أجل خلق آلية لمتابعة وجدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. هذا وقد تحدثنا مع فخامة الرئيس أولاند منذ بضعة أيام، والذي كان قد أكد لي على مضي فرنسا في جهودها الرامية لحشد دعم الدول المعنية لعقد المؤتمر الحيوي لمنطقتنا بل وللعالم أجمع. وبهذه المناسبة فإنني أود أن أعبر عن تثميننا للجهود الفرنسية وكذلك لجهود جميع الدول الأوروبية وتبني المجلس الوزاري الأوروبي لهذه المبادرة، والشكر موصول للجنة الرباعية والدول العربية بل ولكل من شارك في اجتماع باريس في الثالث من هذا الشهر. وفي هذا المقام فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء كافة على دعمهم السياسي والاقتصادي لشعبنا ولعملية بناء المؤسسات الفلسطينية لما لذلك من أثر في المساعدة في الوصول إلى إرساء أسس السلام العادل في منطقتنا. فمثل هذا السلام المنشود سيسهم في اجتثاث جذور الإرهاب وسحب الذرائع من أيدي المجموعات المتطرفة التي تتحدث كذبا وزورا باسم فلسطين والقدس الشريف، في حين أن استمرار الاحتلال والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض والعقوبات الجماعية تدفع بالمنطقة إلى دوامة. Ladies and gentlemen, thank you very much.